يعني ما في شك أي شيء بخص بابا بيسعدني جدا. يعني أنا بتصوري يعني شوي بكير على تكريمي، بس بعتبره هذا تشجيع كبير لي ومسؤولية بإني أنا أكون أدى يعني إن شاء الله بالمستقبل. بس موضوع والدي كتير بيسعدني، وحقيقة أنا جدا ممنونة يعني للأشخاص القيمين على هالموضوع، وبإنه يتكرم والدي بعد رحيله 15 سنة. وأنا بعتبر مجهودي هو مجهود مضاعف، مجهود عن أصالة وعن مصطفى نصري، حكم إنه ما كان له الحظ هو بإنه ينتشر يعني عبر الوطن العربي. وإن شاء الله أتوفق أهم شيء بوصلتي بكرة وأقدر أسعد الناس وكون أدها المسؤولية وأدها الحمل إن شاء الله. وميرسي طبعاً أكيد بكون يعني شاكرة جداً القيمين على هالموضوع وعلى التكريم. لي سؤال آخر بدي أسألك، شو هو الشيء اللي بتتمني يصير بكرة ويمكن يكون صعب يصير؟ اللي بتمناه يصير بكرة؟ لا، هو كان في اشياء كتير كنت اتمنى انه تصير، انه نشعر نحن كعرب كلنا انه ايد واحدة. وللأسف انه ما حسينا هالاحساس الا من خلال الازمة اللي صارت مؤخرا بالقدس. مش اول مرة بزور امريكا وبشعر انه العرب كلهم واحد، ما في تفرقة، الكل موجودين هون، العراقيين والسوريين واللبنانيين ومن مختلف الجنسيات العربية، كلهم كأنهم من جنسية واحدة. هذا اللي كنت حقيقة دائما بنادي فيه وبحلم فيه حقيقة، بحكم اني انا مطربة عربية وغنيت اكثر اللهجات العربية، وانظلمت شوي بحكم اني غنيت غير لهجتي وتوجهت لي كثير من الاتهامات. اليوم حسيت انه دفاعي هذا عن قوميتي العربية بشكل عام كان بمحله، لانه اليوم حاسين انه كلنا منعاني نفس المعاناة، كلنا احزاننا واحدة وفرحنا واحد، وهذا اللي كنت بحلم فيه. بكرة بتمنى أنه أغنياتي المصرية والخليجية والسورية اللي حقدمها تلاقي نفس الصدى عند الكل، وإن شاء الله حيكون لي يعني ححاول أني أكرم بعض الجاليات العربية وغني مقاطع بتخص سوريا وبعض البلدان العربية.